النهاردة هقدم لكم وصفة للتفتيح تعتبر أرخص وأسهل وصفة من مطبخنا ممكن نعملها. وصفتنا مكونة من زبادي وعصير الطماطم. في بولة فاضية هنحط معلقتين كبار من الزبادي، هنضيف كوباية عصير طماطم ونخلطهم مع بعض كويس، وبكده الماسك بتاعنا بقى جاهز. بعد ما الماسك بتاعنا جاهز هنحطه على بشرتنا لمدة 3 ساعة، بعد كده نغسله بالمية الباردة، ويفضل ان احنا نستمر على الماسك ده مرتين كل اسبوع عشان ناخد افضل نتيجة. استنوني تاني في وصفات جديدة عشان نضارة وصحة بشرتكم. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.